هتكلم معاكم النهاردة عن تحديثين ومشكلة، مشكلة بتواجه جميع منشئين المحتوى، ولكن سيتم حلها قريبا جدا جدا، مش عايزك تقلق. نيجي مع بعض على التحديثين. التحديث الأولاني ليه علاقة بزيادة المشاهدات وزيادة الساعات بنسبة 1000000%. يعني حضرتك هتقدر تزود ساعاتك وهتقدر تزود مشاهداتك لو استخدمت التحديث ده استخدام جيد. والتحديث التاني ليه علاقة بالأرباح، ومش عايزك تستهون بأي تحديث فيهم، لأن قريبا جدا الموضوع هيبقى بيعتمد على أساليب مختلفة أنت محتاج تفهمها. تعال بقى معايا وادخل معايا على المحتوى. لما تدخل على المحتوى هيبدأ يظهر عندك خانة جديدة اسمها الدورات التدريبية. الدورات التدريبية دي هتبدأ تظهر زيها زي قوائم التشغيل هنا بشكل مفصل ومنفصل. هتبدأ تخلي المشاهد يكون عارف ان هنا في كورس، كورس لإنشاء قناة جديدة، او كورس لإنشاء صفحة جديدة، او كورس لإنشاء حساب جوجل ادسنس، او كورس لإنشاء 4000 ساعة مشاهدة علنية بأكتر من فيديو. يعني انا دلوقتي هعمل معاك طريقة ازاي اعمل كورس جديد على قناتي. اول حاجة لازم يكون عندي الدورات التدريبية، يعني الدورات التدريبية دي لازم تكون موجودة هنا عندك في المحتوى، لازم دي تبقى موجودة. طيب لو مش موجودة انتظر، هتبدأ تظهر عند اغلبية الناس قريبا جدا. انا بس بشرح لك اول واحد، لان الحاجات دي بتظهر لي تقريبا بناء على النية. اول شرح عربي واول شرح في المحتوى التعليمي كله هنا في المتوحد فكرة. هتيجي تضغط على زائد، بعد كده مش هنعمل بودكاستات ولا قوائم تشغيل، هنعمل انشاء دورة تدريبية جديدة، وهنحط فيها كيفية الحصول، كيفية الحصول على 4000 ساعة مشاهدة. كورس كامل هنعمله، كورس كامل لكيفية الحصول على 4000 ساعة مشاهدة. وحجري على صفحتي واروح على الصفحة نفسها واعمل كده على المحتوى، واضغط هنا واعمل 4000 ساعة مشاهدة علنية، واروح اجيب ايه اكتر فيديو جايب لي مشاهدات. مثلا الفيديو ده هدخل كده واعمل تعديل على الوصف، واخد الوصف بتاعه اهو، واروح هنا احطه هنا في الوصف. ماشي. طب انا عملت كده ليه؟ علشان القايمة دي يكون ليها وصف، والوصف ده يقترح، والقناة تقترح، والفيديوهات تقترح. بعد كده هبدأ اضيف الفيديوهات. منين اضيف الفيديوهات؟ هنا انا عملت للدورة عنوان وعملت لها وصف، اضيف لها الفيديوهات. من هنا اضيف الفيديوهات، هكتب 4000 ساعة مشاهدة، وكل الفيديوهات ل 4000 ساعة مشاهدة هبدأ اضيفها هنا 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 اهو. بص 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 كده 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 اهو 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 اهو، كل فيديوهات 4000 ساعة مشاهدة، واعمل تم. خد بالك بقى وانت بتضغط على انشاء، عندك هنا علني وخاص وغير مدرج. علني الكل هيشوفه، خاص لو ناس بس محددة انت هتحدد لها وهتبيع الكورس ده بفلوس مثلا. غير مدرج لو حد معاه اللينك بتاعها، انا هعمله علني واعمل انشاء. وكده انا عملت الكورس ده. اول ما تبدأ تظهر الحاجات دي عندي على القناة في الصفحة الرئيسية، وتظهر عندي هنا قايمة اسمها او شكل هنا اسمه الاصدارات او الدورات التدريبية، ياه انا كده خلصت كل اللي عليا ومجهز كل حاجة. لسه هعمل كمان واحد للالف مشترك، واحد للبين كود، واحد لمشاكل جوجل ادسنس، وابقى انا خلصت. يبقى انا هنا عندي على قناتي ملفات البودكاستات، وعندي على قناتي قوائم التشغيل، بس انا مسح ملفات البودكاستات، قوائم التشغيل. من خلال ده كله بقدر اجيب مشاهدات. ايوه بتقدر تجيب مشاهدات. يعني هقولها لك ببساطه كده وبسهوله. انا لسه ماسح حالا دلوقتي برامج البودكاستات دي، لسه ماسحها حالا، بس كانت بتجيب لي مشاهدات. قوائم التشغيل بتجيب لي مشاهدات، بص بص بتجيب لي مشاهدات، اقسم بالله بتجيب لي مشاهدات، فهمني. فحضرتك لازم على قد ما تقدر تستغل الفتره دي انك تعمل دورات لو محتواك ينفع للدورات. يعني ايه؟ لو محتوى تعليم مثلا الرسم، لو محتوى تعليم النجارة،
لو محتوى تعليم اي حاجة الناس بتدور عليها وليها كورس شامل بره، حتى لغة الجسد يبقى كورس عن لغة الجسد، لو بتكلم مثلا عن اي حاجة في الموبايل فهعمل كورس كامل للموبايل بشكل كامل متكامل، علشان اخلي اللي داخل يكون عايز كل حاجة موجودة جواها، زي مثلا كورس الاندرويد، كورس انشوت، كورس كاب كات، كورس تعليم اي حاجة، تعليم البرمجة، اي حاجة من الحاجات دي، كورس ازاي تنظفي بيتك من الف للياء. هنا من خلاله حضرتك بتعمل اكتر من مكان، زي يبقى عندك قائم تشغيل، عندك برامج البودكاستات، عندك الدورات، كل واحد من دول هيبقى مجال لزيادة المشاهدات. وده التحديث الاولاني. التحديث التاني ليه علاقة بزيادة الارباح، ولكن مش في الوطن العربي، بس انا متأكد ان الموضوع ده هيجي قريب جدا 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 في الوطن العربي، خصوصا اننا ما بقيناش بنجيب اي حاجة من الشارع، لا بقينا بنعتمد على الدليفري، وبنعتمد على الطلبات اونلاين، وبنعتمد على امازون، وبنعتمد على نون، من خلال ان حضرتك هتدخل على التخصيص، من التخصيص هتبدأ تدخل على اضافة قسم، من اضافة قسم هتبدأ تنزل تحت كده لغاية لما تضيف منتجاتك من متجرك، وتبدأ تطلعها فوق كده 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 معايا كده، طلعها فوق اهو، ماشي، طلعها فوق اهو، خليها مثلا انا هسيبها تاني واحدة مثلا، ماشي، لا خليها تالت واحدة، وتعمل نشر. ده برضو هيبدأ يظهر عند حضرتك فين؟ في الصفحة الرئيسية، هيبقى أي حد بتصفح الصفحة الرئيسية بتاعتك هيبدأ يظهر له المنتج بتاعه هنا. ودي حاجة برضو تحديث، أنا متأكد إن اليوتيوب لو قدر يظبط المنتجات حسب أسعار مصر وحسب أسعار الوطن العربي التي يتم قبولها، والتي يتم يعني تبقى عقله، ما ينفعش اروح اشتري يا جماعه، انا ما والله ما شفتها في حياتي، يعني انا ما شفتهاش في حياتي، اروح اشتري مثلا تيشيرت ب 2965 جنيه، مين هيشتريه؟ او 1215 جنيه، او بنطلون ب 4000 جنيه، بنطلون دي كاس العالم ده يعني ولا ايه؟ ما اعرفش ايه البنطلون ده، لو بنطلون كاس العالم اوكي عرفونا، لكن اروح اشتري تيشيرت في لوجو المتوحد ب 2000 جنيه، طب قلل السعر شويه علشان الناس تعرف تشتري، صح ولا انا غلطان؟ وعلى فكره دي انا شايف ان اليوتيوب محتاج ان هو يخلينا احنا نقدر نتعمد شويه او نظبط ده، او على الاقل كمان ان احنا نعرف نتواصل معاهم ونقلل. وانا لغايه دلوقتي ما عرفتش اعمل الحاجات دي، انا فاشل في موضوع التسوق والمتجر، فاشل فشل ذريع بقولها قدام الناس كلها. مش هنقف هنا، لان في مشكله بقى بدات تبقى موجوده الفترات الاخيره في خلال الساعات القليله القادمه، تؤثر على مشاهدات منشئ المحتوى. لو دخلنا على الإحصائيات ودخلنا من الإحصائيات على الجمهور، ماشي، هنبدأ نبص هنا إن في مشكلة بدأت تظهر في ثواني الجمهور، فين المحتوى الجمهور؟ ثواني 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 ثواني، بسم الله الرحمن الرحيم، إحصائيات الجمهور، فين الرسم البياني؟ آه ده ظهرت خلاص، المشكلة كانت موجودة دلوقتي حلت الحمد لله. الحمد لله المشكلة كانت لسه موجودة هنا، أشوفها هي موجودة على الموبايل ولا لأ، لأن هي موجودة على الموبايل لسه رسمي، أبص على الموبايل وأشوف هل ما زالت موجودة ولا لأ، ماشي، الموبايل ده استوديو اليوتيوب، استوديو اليوتيوب ما زالت موجودة، بص صفر، معرفش أنت شايفني ولا لأ، بس هحاول أطلع ده كده الكاميرا، بص صفر، ما زالت موجودة، ماشي، خلينا نرجع ورا، بص صفر، استنى عشان صفر، بص صفر، معرفش ليه لغايه دلوقتي ما تمش حل الموضوع بالموبايل، يعني الكمبيوتر شغاله بالموبايل مش شغاله، الى هذه اللحظه برضو ما فيش حل للموضوع ده. انا اعترض، يعني انا اعتقد او نتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه ان اليوتيوب يحاول يحل المشاكل دي، لان المشاكل دي بتاثر على مشاهد منشئ المحتوى، بس طالما حلها على الكمبيوتر في خلال ساعات هيتم حل على الموبايل ان شاء الله. شكرا للجميع، نتقابل في فيديو جديد، كان معاكم اخوكم المرجع الاول من شبح يوتيوب كده، المشكله مش مشكله خلاص، المشكله اتحلت، موجوده على الموبايل في خلال ساعات هتتحل، الحمد لله خليتها في الاخر عشان الناس ما تزعلش، شكرا.